هذه الهجمات ليست للدفاع عن النفس، لا يمكن تبريرها بصفة الدفاع عن النفس ولا أي دعاوى أخرى. يعني خلق أي مبرر كان لهذا الشكل من الهجوم مرفوض بالجملة كلية، جملة وتفصيلا من مصر. ده الموقف المصري شديد الوضوح. لازم تراجع الموقف المصري من بداية هذه الأزمة أو هذه الحرب أو هذه الهجمات الشرسة حتى هذه اللحظة الـ 36 يوم دول، هتلاقي أنه عمليا الموقف المصري شديد الثبات. واحد هو رفض تبرير هذه الهجمات باعتبارها حق مشروع للدفاع عن النفس ولا أي دعوة أخرى. هذه الهجمات يجب أن تتوقف ويجب حماية المدنيين. الشق الإنساني حاضرا دائما بالفعل والقول في الموقف المصري. ضرورة خلق هدنة فورية علشان نقدر ننقذ أهالينا في فلسطين، وطبعا رفض التهجير القسري، رفض المشروع المتعلق بتصفية القضية الفلسطينية بأي حال من الأحوال مهما كانت السيناريوهات. خلينا ناخد معنا على التليفون سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا أستاذ يوسف. سيادة السفير، يمكن الرئيس في كلمته تحدث عن الرفض الكامل وبأي دعوة هذا الشكل من الهجوم على المدنيين، وتبقى دي يمكن النقطة الأولى. إلى أي مدى المجتمع الدولي أو بالأدق إلى أي مدى القمة العربية الإسلامية هتقدر تمارس ضغط على المجتمع الدولي من جهة وعلى إسرائيل من جهة أخرى لوقف هذا الشكل من الهجوم على القطاع؟ يعني القمة العربية الإسلامية النهاردة يوسف بتعبر عن تلاحم عربي إسلامي، وأيضا أضيف إليه دولي، لأن كل شوارع أوروبا اليوم في لندن، في برشلونة، في برلين، في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، آلاف مئات الآلاف في هذه الساحات تدعم الموقف العربي الفلسطيني باتجاه غزة. اليوم القمة هي تعبير عن تلاحم الرؤية العربية الإسلامية لنصرة شعب غزة، وكذلك المشهد الدولي أيضا يؤكد أن هناك حراك في المجتمع الدولي، هناك أيضا تحول في بعض المواقف على رأسها الموقف الفرنسي، وأظن أن حديث الرئيس ماكرون لإسرائيل حتى انتقاد رئيس الوزراء نتنياهو لتصريحاته هي تعبير عن التحول الذي بات واضحا بفضل أولا يعني عزم وصمود وصلابة شعبنا في غزة. حقيقة الموقف أيضا العربي والإسلامي عبر اليوم عن رؤية متحدة وفقا لخريطة طريق محددة المعالم أكدها السيد الرئيس في كلمته، يعني وقف فوري لإطلاق النار، إدخال مساعدات إنسانية فورية ومستدامة، ثم الانطلاق بعد ذلك في رؤية لحل الدولتين تتفق مع مقررات الشرعية الدولية. ولكن أيضا أكد على ضرورة الوقوف ضد محاولات التهجير القسري وجريمة الحرب التي كان يخطط لها، وأظن أن صمود شعب غزة على أرضه وفي بقايا منازله وموقف مصر الصارم أكد فشل هذا المخطط. وأعتقد أن إسرائيل باتت الآن، وترى في متابعتك لمشاهد من تل أبيب، رغم أن عنوان هذه التظاهرات الذي يزداد يوما عن يوم هو الإفراج عن الأسرى، لكن بداخلي أيضا انتقاد لموقف الحكومة. إلى متى ستستمر 11 ألف شهيد حتى الآن وليس هناك في الأفق ما يوحي بانتهاء هذه المواجهة العسكرية اللا إنسانية التي وضعت إسرائيل أيضا في مرمى نيران المحكمة الجنائية الدولية، والتي أرى أن وفقا للقمة العربية اليوم علينا أن نعد ملفاتنا ونوثق قضايانا حتى يتم رفعها المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة كل المسؤولين. المحاسبة ستكون مباشرة ربما أمام المحكمة لهؤلاء حتى لو كانوا في الحكم، ولكن ستكون أيضا هناك يعني قضية أخرى نتعامل فيها مع الغرب المنحاز بشدة. وأنا عندما أتحدث عن الغرب أقصد الولايات المتحدة تحديدا والقادة في هذه المرحلة الذين تواطؤوا بالشكل الذي نراه جميعا في معظم العواصم الأوروبية. ولكن هذا لا يعني يا أستاذ يوسف أنه لم يكن هناك مواقف أوروبية مشرفة، منها إسبانيا، منها أيرلندا، منها العديد من الدول والحكومات الأوروبية. ولكن الأهم
الشعوب التي نفذنا إلى قلوبها وعقلها وتحمل أعلاما فلسطينية منذ عدة يعني منذ بداية اندلاع الأحداث تجلى المشهد وبدأت الشوارع في أوروبا تتحد مع رؤية أظن بتت كذلك عربية إسلامية متماسكة. حتى الدول التي كنا نتحدث عن بدء تطبيعها مع إسرائيل وخروجها عن دعم القضية الفلسطينية والسداد بدون مقابل لإسرائيل بتت هذه القوى تقود الآن اللجان العربية الإسلامية التي ستتحرك في العواصم لتنفيذ مقررات القمة على رأسها الأردن ومصر بقيادة المملكة العربية السعودية بحكم أنها رئيسة القمة وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا ومن يرغب من الدول وفلسطين بالطبع ومن يرغب من الدول للانضمام. يعني مشهد تحول بشكل تلقائي من وقت شهر 6 أكتوبر قبل 7 أكتوبر كان المشهد العالمي والإقليمي يضع القضية الفلسطينية في مرتبة أقل من قضايا أخرى حالة. وبالفعل بعد 7 أكتوبر عادت القضية الفلسطينية لتؤكد للعالم وتتبوأ المكانة الأولى لأنها قضية حق وكل مناصري الحق وحقوق الإنسان تحركوا لنصرة هذه القضية، بينما الآخرين الذين يؤيدون القتل والعنف بشكل لم نتصوره، يعني ليس هناك عقل كان يمكن أن يستوعب. ومن الغد يا دكتور يوسف عندما يأتون إليك حاملي قضايا حقوق الإنسان والعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأوروبا وكل هؤلاء المدعين تقفل الأبواب في وجوههم، لقد أثبتت أحداث غزة أن الحديث عن حقوق الإنسان والحديث عن حتى مؤسسات التمويل الدولية هي تمارس سياسات مناهضة لدول العالم الثالث ولمصر أيضا وتقلل التصنيف، يعني تسييس فج لأوضاع دولية اقتصادية وتنموية والآن الدرك الأسفل الأخلاقي الذي يعني انحدرت في أوروبا والولايات المتحدة. علينا أن نتمسك بما خرجنا به اليوم من مقررات ونسعى لتنفيذها. طب سعادة السفير، يمكن المشهد الحالي خلال ال 36 يوم دول زائد ما تم من خلال قمة القاهرة للسلام وصولا إلى القمة العربية الإسلامية بالرياض، إحنا قليلة هي اللحظات اللي بنشوف فيها توافق ما بين الأنظمة والشعوب، وفي نفس الوقت التوافق ما بين الأنظمة والشعوب في المنطقة العربية والإسلامية يتوافق أيضا مع الرأي العام الأوروبي، ودي لحظات شديدة الندرة. تعتقد أنه ده من الممكن أن يبنى عليه قرار دولي تجاه إسرائيل مش بس المحكمة الجنائية الدولية، ولا أنه إسرائيل قادرة على كبح هذا الحراك الدولي؟ يعني تتظاهر الشعوب كيفما شاءت، يعقد العرب والمسلمين القمم زي ما هم عايزين، لكن في النهاية لا شيء سوف يتغير. لا، أنا أتصور يا أستاذ يوسف أن ما حدث كان هام جدا وجسيم. أولا أنه أعاد القضية الفلسطينية، يعني لن يجتمع مسؤولان إلا وتحدثان عن القضية ومستقبلها. ثانيا يعني انكشفت إسرائيل إلى حد مواجهة الشعور الذي دفنته لعشرات السنين وهو التهديد الوجودي لإسرائيل، يعني أمام 15,000 30,000 أعضاء في حماس باتت العسكرية الإسرائيلية، ما هي الرجولة وما هو الانتصار الذي تحققه بالاستيلاء على أحياء سكنية؟ يعني بمعنى أنك ما الذي يمكن أن تدعي به نصرا وأنت تقصف مدنيين وترتكب جريمة حرب في اليوم الأول، لك تعلم أنك لا تواجه حماس، حماس هي تحت الأرض، يعني لا يوجد أسير حماسي ولا يوجد قتيل حماسي، أنت ترى مدنيين عزل يقصفون ومستشفيات. صحيح. يعني في المعارك السابقة لإسرائيل كانت أيضا تقصف المستشفيات، لأن المشروع يا أستاذ يوسف كان مشروع تهجير قصف، هو ده الأساس. يعني خد بالك أن إيران ما كانت لتدخل الحرب، كل هذه الأساطير لكي تكف أي يد عن إسرائيل الفانرابل الضعيفة التي ظهرت وانكشفت، وأنت تملك سلاح طيران تقصف به مدنيين، لا توجد أهداف ثابتة لحماس ولا قيادة تحت مستشفى شيف، قالوا على فكرة كده في ثورة الحجارة الأولى والثانية
قالوا ان تحت المستشفيات، وعلى فكره هي نفس الدعايات التي كانت تستخدمها واشنطن في العراق او الولايات المتحده صحيح. في العراق، وبالتالي يعني واضح ان حتى القيادات اللي موجوده للألفين اللي وافتهم واشنطن لانقاذ اسرائيل والتوافق مع قادتي على إدارة المعركة ومستخدمون نفس تكتيكات الفلوجة وأبو غريب وقصص واحدة. يعني هؤلاء لابد أن يدركوا أن إرادات الشعوب لا تكسرها هزيمة حماس. حتى لو خرجت الأطفال يا يوسف الذين يطالعون أجساد آبائهم وأمهاتهم يوميا، هؤلاء الأطفال هم حماس القادمة. يعني أنا استمعت إلى جيمي كارتر الرئيس الأمريكي السابق عن كيف أن إسرائيل تمارس ما لم تمارسه دولة من قبل، بعد أن نقضت كامب ديفيد ما يخص الجزء الفلسطيني، ونقضت أوسلو، ونقضت واي بلانتيشن، والقاهرة هي دولة لا تعترف بالحق ولا بالقانون الدولي. إذن إحنا أمام تغير. يعني إجابة على سؤالك رغم أني أطلت، يعني أن بالفعل الحراك الدولي قادر على التأثير. المعاناة من رحم المعاناة دي لابد أن نخرج بحل دولتين، حل دولتين له أسنان، له آلية تنفيذ، له مدة زمنية، لن نتفاوض، لأنك تعلم أن هناك نتيجة واضحة، هناك اتفاقية السلام مبادرة السلام العربية، هناك أوسلو، هناك العديد من الاتفاقيات. لو كانت إسرائيل قد احترمتها كنا وصلنا لدولة فلسطينية. الآن علينا أن نصل لحل ليقيم الدولة الفلسطينية، وفي المسار يمكن إذا ما كان هناك ضوء في نهاية النفق أن نبحث عن كيفية تسليم حماس سلاحها وتندمج في السلطة الوطنية ضمن شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، وتنشأ انتخابات تتحرك فيها كل الفعاليات الفلسطينية، والسلاح يسلم عندما تكون الدولة قادمة فقط. صحيح. أنا بشكرك جدا سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق.